الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن للدعاء مفاتيحا لا يحسنها كل أحد، وهي كثيرة جدا، غير أن مما يجدر بها ذكره هنا الإخلاص ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك بالتزام آداب الدعاء وترك الاعتداء فيه وترك الاعتداء فيه بالصراخ او رفع الصوت فوق المعتاد، عملا بقول الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين، وعملا بالحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه لما رفعوا اصواتهم بالذكر: ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال الله عن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداءً خفياً، قال ابن تيمية: والنداء الخفي أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. ومن آداب الدعاء كذلكم عدم الانقياد للعاطفة التي تجر إلى تتبع غرائب الأدعية ووحشي الألفاظ، لئلا يغلب عليها استحلاب الأسماع فتنقلب إلى وعظ ظاهر على حساب الابتهال الباطن، فضلا عن كونها مظنة الوقوع في المعاني الفاسدة من جهة الاعتقاد أو من جهة دلالات الألفاظ. ومن آدابه كذلكم لا سيما في عموم المساجد التي يتوافد إليها المصلون أن يتخير الأئمة من الأدعية جوامعها وأنفعها للناس، وما فيه مصلحة عامة للمسلمين في دنياهم وأخراهم. ومن ذلكم الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، فإن ذلك من شعار أهل الحق، فقد صح عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يدعو لإمام المسلمين بالصلاح والتوفيق، وأنه يرى ذلك واجبا عليه، وهو ممن ثبت عنه قوله: لو أن لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام. وما ذاك عباد الله إلا للأثر المتعدي للإسلام والمسلمين في صلاحهم وتوفيقهم. ومن آداب الدعاء أيضا أن يجتنب الداعي السجع المتكلف والتطريب الذي لا يليق بمقام مناجاة الخالق، حتى لا يخرج بالدعاء عن مساره المشروع، وأن يجتنب كذلكم التفصيل المكروه الحائد عن جوامع الدعاء، فإن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أبو داود في سنن. ألا فاتقوا الله عباد الله، فهل قد انتصف شهركم كأن لم يكن، بينما كان يبشر بعضنا بعضا بقدومه إذ بنا نفرد شطرة، وما بقي من الشطر الآخر لن يكون أبطأ مما مضى من شطره الأول، وإنما السابق اليوم من سبق به عمله وقادت تقواه إلى مولاه، فلا النسب موصل إليه ولا الجاه ولا المال. والله جل وعلا يقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، فبدار بدار فإن الشهر سريع الأفول، وما فات منه لن يرجع، وما بقي منه سينحسر ولا ساعة اقتدار. فسنة الله أن كل اجتماع
أن كل اجتماع فإذا افتراض والتمام يقوم الزوال، والقمر قدرناه منازل حتى حتى عاد كالعجون القديم. ولا عجب عباد الله، فإن الله وصفها بأنها أيام معدودات دلالة على قصرها، غير أنها مليئة من الأجور والحسنات بما لا يفسي أضعافها إلى الله. فالكيس من ندم على ما فات، فالكيس من ندم على ما فات من الشهر واغتنم ما بقي، والعاجز من تمنى فلم يتهنى. وكلنا سيغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وإنما الفوز يوم الجوائز والجزاء يوم الحصاد والأعمال بالخواتيم. هذا وصله رحمه الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين، واقض دين أهل المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله